جزاكم الله خيرا جميعا. في خلال هذه الحياة اللي بيتدرب عليها بيتعلم بالفعل الأخلاق المفروض يمارسها في حياته.
أبنائنا الحمد لله بيتفوقوا علينا، لأن هم بالفعل بيشعروا نشأة وأخلاق أخلاق فطرية تكلفنا زي ما احنا بنحاول نتكلفها. فنسأل الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى يمكننا نعد أبنائنا خيرا من إعدادنا احنا، ونشوف فيهم الأمل اللي تمنينا أن احنا نشوفه أنفسنا إن شاء الله ربنا. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في أبنائنا وأبنائكم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا مال هنالك ينفع إلى